وأكدت لكم تأكدون على الفرق حطيت فروق بين الحزب وين بين جماعات الضابطة. الحزب يتسم بما التنظيم يتسم بوجود قاعدة جماهيرية، أكو أيديولوجية، أكو فكرة، وأكو وحدة قيادة، وأكو وحدة مبادئ وعقيدة. بينما جماعة الضغط يختلفون اختلاف، سواء كانت هذه الجماعة تشكل حزب ولكن هدفها بالأساسي هو ربع، هو استثمار أو استغلال الأحزاب أو إحدى الأحزاب لترشيح في البرلمان حتى تكون تضمن مصالحها الذاتية. اليوم وقلنا أنه نشأة الأحزاب في العالم الغربي يختلف في العالم العربي والعالم الثالث أو الدول النامية. عندنا هسه اليوم وظائف الأحزاب في العالم الثالث، وهو موضوع مهم يخصنا كون احنا جزء من الدول العالم الثالث او الدول النامية او الدول السائرة في النمو او الدول في طور النمو. اكو ثلاث مفاهيم اربع مفاهيم احنا نجد على مجتمعاتنا. اهم سمة تميز مجتمعاتنا على العالم الغربي الذي هو اساس نشأة وجود الأحزاب وتكوينها وتطويرها وقياسها واستطلاعها. احنا نعرف أساس وجود الأحزاب كان منه، كانت اللجان الانتخابية والمجالس البرلمانية. قلنا في بريطانيا في أمريكا سنة 1883، في بريطانيا أيضا نشأت في القرن السابع عشر نواة للمناقشة والحوار داخل اللجان. هاي اللجان تطورت إلى انتقلت إلى مجلس الأمم البريطاني، ومن ثم شكلت الأحزاب. أول حزبين هما حزب الأحرار وحزب المحافظين اللي يمثل الطبقة الأرستقراطية، أي الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج. فنشأت الحزبية في فرنسا بعد عام 1889، 1789 بعد الثورة الفرنسية وما جاءت به من أفكار. إذن أساس وأصول جذور الأحزاب الغربية هي النشاط والعمل في اللجان وتكوين البرلمانات، بينما إحنا في العالم الثالث لم تكن هذه العوامل أساس لنشوء الأحزاب السياسية. بفعل السمة الأساسية لتميز أو الخصائص لتميز مجتمعاتنا عن المجتمعات الغربية. احنا نعرف اكو هدف أساسي هو التطور والتقدم التقني. احنا التطور مالنا يكاد يكون محدود أو جامد، لأن أهم سمة نتصف بها المجتمعات العالم الثالث أو الدول النامية هو شنو؟ يا سمع شلون تطور الغرب؟ شلون الغرب اجتاز المرحلة البدائية المشاعية والبدائية والزراعية وتحول إلى الصناعية في القرن السابع عشر بعد اكتشاف البخار واكتشاف الكهرباء واكتشاف الأسلحة النارية وغيرها من المكتشفات الحضارية اللي استطاعت أن تسمو تلك المجتمعات على مجتمعات العالم الثالث. بالوقت الذي كانت مجتمعات العالم الثالث تضم بين جناحيها
امبراطوريات، الصين امبراطورية، الدولة العباسية امبراطورية، الدولة الفارسية امبراطورية، حبشة امبراطورية، بلاد الأندلس كلها كانت دولة الفاطمية، كلها كانت عندها إنجازات حضارية ما قبل التاريخ. همين أيضا دولة بابل، أشور، أكد. فشنو السر أو ما هو السبب الفعلي الذي وسم تلك المجتمعات المتخلفة، ولماذا اجتازت أوروبا الغربية مراحل التطور؟ لازم هذا نسأل السؤال. أي تصور عندكم شنو السبب التخلف؟ نختصر على العراق، شنو سبب تخلف العراق بالوقت؟ حضارة بابل لها دور ولها إنجازات حضارية، الدولة العباسية آخر خلافة عندنا بالكوفة، الدولة العباسية سامراء، عندنا بغداد كانت. شنو سبب التخلف؟ شنو سبب تخلف العالم الثاني؟ أسباب انحطاط تلك الدول وضعفها، بالتالي تعرضت إلى إيش؟ شو تعرض العراق بعد انهارة الدولة العباسية؟ شو تعرض؟ احنا قلنا في بداية الإسلام بعد وفاة الخليفة الرابع الإمام علي عليه السلام نشأت حركات وفرق، قلنا الخوارج، الإسماعيلية، والأشعرية وغيرها من الفرق، لحد الآن أكو موجودة. بعدين تكونت بالعصر الحديث حركات إسلامية كأحزاب، هاي إخوان المسلمين كان كجمعية، بعدين صارت حزب. شنو السبب اللي يوسمنا نوسم المجتمع العالم الثالث بالتخلف؟ لمن جاء من بعد الدولة العباسية؟ من اجى بعد الدولة العباسية وخرب المعرفة والحضارة والذب؟ ها؟ إذا خضعنا منه إلى تحدي خارجي يتمثل بالغزو المغولي والتتري. بعد الغزو المغولي والتتري خضعنا لمن؟ إلى الدولة العثمانية. وهكذا أيضا في أفريقيا، في هاي الصين كانت مستعمرة بريطانية، في الهند مستعمر، الدول الأفريقية هم استعمروا البرتغاليين والهولنديين وبعدين الفرنسيين وبعدين هذا. إذا خضعنا إلى تحدي خارجي متعمد، كان نفتقر إلى إيش؟ إلى فعل لمواجهة هذا التحدي. أنت شنو؟ أحد نتائج هذا الاستعمار هو شنو؟ التخلف. فهو نتيجة لسبب، السبب الغزو الخارجي، وبالتالي تعطلت الحياة الاجتماعية اللي كنا ننعم بها بإنجازات حضارية. فإذا نشوف فكرة الحزب قلناها أصولها وجذورها غربية، إذا مفهوم الحزب كفكرة وافدة من الغرب إلينا، وبالتالي احنا قلنا أقو مفهوم وأكو وظيفة وأكو مركز وأكو هيبة، هاي مثلنا ركائز القوة المرنة، القوة المعنوية. جزء منها هي الأحزاب السياسية، أكو القوة الصلبة، القوة أكو صلبة وأكو مرنة. القوة المرنة الطاعة، النفوذ، الوظيفة، المركز الوظيفي،
القوة هاي القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، العلم والمعرفة. إذا كان ضعف العلم والمعرفة أدى إلى تخلفنا واستمرار هذا التخلف وخضوعنا إلى ظاهرة الاستعمار القديم والاستعمار الحديث، لحد الآن أكو دول ما مستعمرة مباشرة ولكن يربطها الغرب بالتبعية. بما نربطها بالتبعية تسموها التبعية والسيطرة. هسه أمريكا ليش حاكمة هاي البلدان أغلب بلدان العالم الثالث؟ ليمن هسه دول أفريقيا تتبع بريطانيا الكومنولث، سنغافورة، كوريا الجنوبية، كمبوديا، نيبال، وايد دول النمو، دول النمو، ماليزيا، اندونيسيا، كلها خاضعة لتأثير النفوذ البريطاني. دول آسيا الوسطى، طازخستان، أذربيجان، تركمستان، زين ماكو عندهم احتلال، ماكو جنود أمريكان على الأرض، لكن هم يسيرون مع تركيا مع سياسة، توجه السياسة الأمريكية. بيش بيش بالقوة، قوة صلبة، قوة اي بالنفوذ، وبمن بالحركات الضاغطة، الحصار الاقتصادي، قطع المساعدات، المنح، الهبات وغيرها من الأساليب الاقتراب الغير مباشر. نرجع على أصل السؤال، هل الدور الوظيفي للأحزاب في العالم هو نفس الدور الوظيفي لأوروبا؟ أوروبا الغربية وأمريكا اتطورت إلى درجة أصبحت الأحزاب السياسية ببرامجها الانتخابية هي أداة خدمة المن للجماهير. وحتى مفهوم الدولة عندهم اختلف، مفهوم الدولة الخدمة مو الآمرة. احنا لحد الآن الغاوح باعتبار الحزب هو منظمة أو جهاز لإدارة دفة الصراع السياسي الداخلي والخارجي، أو هو طليعة. طليعة شنو؟ طليعة واعية، مثل ما الفكر الستاليني أو الليني يقول هو طليعة واعية. المن يختصرها على الطبقة الليبراتورية هي العاملة. فإذا الأحزاب عندنا هي مو أداة خدمة، هي أداة لإيش؟ أداة إيش؟ أداة للتغيير، وأداة علما للتطوير. وأداة أغلب الأحزاب هي شكلت من حركات مسلحة كانت تستخدم العنف. وحتى الأحزاب اللي سلمية أيضا كان هدف الرئيسي اللي حركها. لو نجي على الهند، غاندي كان يستخدم شنو؟ العصيان المدني والمظاهرات. أكو حركات استخدمت البندقية، مثل الشعب الفلسطيني، الجزائري، شعوب، حركات مسلحة أصبحت. أغلب الأحزاب الإسلامية كانت تستخدم العنف، وقسم يستخدم السلب. عن طريق من؟ عن طريق نشر الوعي، وعن طريق المعارضة السلمية، الاحتجاج، المظاهرات، العصيان المدني. فإن الأحزاب مالتنا أساساً شكلت من نزوع هذه الشعوب إلى إيش؟ إلى أحداث تخلص من إيش؟ من التحدي الخارجي أو الاستعمار، سواء كان الاستعمار القديم أو الاستعمار أساس الأحزاب الموجودة بالعالم.
العالم الثالث. عندنا بنيتين تعكس طبيعة هذه البنية الاجتماعية زائد الاقتصادية زائد الثقافية. عندنا أخذنا الوقائع وأخذتوها خسارة الوقائع والبنية الاقتصادية البنية الفكرية حتى البنية الفكرية مالتنا لحد الآن الأحزاب من الشيخ لها أزمة وما تقدر تحسم الصراع مع بعضها البعض ترجع لهم إلى حمل السلاح. لذلك في الدولة العراق عندنا متتالية مستمرة. لو نيجي نطلع العراق من 1921 ايش قد استخدم العنف ايش قد استخدمت الانتخابات كوسيلة سلبية للوصول للسلطة نجد انه العنف كان اكثر من 59. اولا بريطانيا استخدمت القوة العسكرية للتغيير بعدين جت الملكية ايضا كانت احزاب تستخدم الوسائل السلمية وقسم ايضا كانوا يستخدمون السلاح كالحركة الكردية ب37 سووا دولة مهابات كانوا يستخدمون العنف المسلح. بعدين ب59 انقلابات عسكرية متتالية الى 2003 هم امريكا استخدمت القوة في التغيير. فلذلك الاحزاب هي اداة اما للتغيير والتطور وايضا للتقدم التقدم العلمي. يقول لي شلون نقدر الاحزاب تحقق تقدم علمي؟ شلون الاحزاب تحقق تقدم علمي؟ اغلب الاحزاب متاثره دائما بالغرب. ايش راح تجيب؟ تكنولوجيا اتصال ومواصلات غربيين ومن خلال هذا راح تدخل لنا التطور التقني بالاتصال. ماكو احزاب ماكو جماعه بدون اتصال. فاحد سبل تطوير اداء الاحزاب هو استيراد او توريد التقنيه الحديثه وبالتالي يساهم الحزب بصوره غير مباشره شنو بالتقدم التقني بادخال تكنولوجيا حديثه. احنا نقول التقدم التقني اي تكنولوجيا نقول تطور هو تطور الوعي تطور المستوى المعيشي تطور السكان تطور المدني المقصد. اكو عوامل موضوعيه واكو عوامل ذاتيه. العوامل الذاتيه هو الوعي الفردي والوعي الجماعي. اذا نشاه الاصول نشاه الاحزاب السياسيه تختلف شكلا ومضمونا. لذلك اساسا الدول الغربيه هي مؤسسات ديمقراطيه قطعا ومؤسسات تمثل تمثل اشخاص تمثل مجاميع. شنو المجاميع؟ الشعب. شي الشعب شلون يعبر عن رايه؟ ماكو راي بدون رأي. الراعي والمرعي هو سياق تطور تعليمي. فلذلك هسه اوباما على سبيل المثال يقدرون وانتخب ذاك يقدرون يسقطوه. يقدرون يسقطوه شلون يقدرون يسقطوه؟ شلون يقدرون يسقطون اوباما ما يكمل المرحلة الرئاسية لمدة 4 سنوات ويجبروه تركيا أردوغان أجبروه أن يحل البرلمان ويسوي انتخابات بالطرق السلمية. شلون يقدرون يجبرون الأمريكان بالتظاهرات بالاحتجاجات بالعصيان المدني يصدر لأن جاي يتخذ قرارات ما تخدمهم تزجهم في مواقف هم ما يريدوها ما يرغبوها ما يميلوا لها ما ينزعوا لها. كلكم تعرفون فضيحة ووترغيت. فضيحة معنى ووترغيت. أمر أطاحت بالأمريكي أطاحت. قام يتجسس. الأمريكان على قيمة عندهم شنو الحضية؟ قالوا أنت جاي تتجسس علينا.
فالأحزاب تختلف دورها الوظيفي عن في الغرب عن دورها الوظيفي في العالم الثالث. إذن هي منظمة أو هي جهاز وأداة لإحداث التطور. شلون تقدر تحدث التطور الأحزاب؟ شلون تقدر تحدث التطور الأحزاب؟ أولاً هي منظمة. قلنا أول عنصر من عناصر المكونة للأحزاب قلنا الجماهير، وقلنا التنظيم، وحدة المبادئ والعقيدة، وحدة القيادة، وصول الصف. هذا هدف. نقول وجود تكوين قياس استطلاع وجود الحزب اصوله مو نجام، وانما اصوله كانت على شكل منظمات جماعات منظمه تهدف بدون تحرر. التكوين مالها العناصر المكونه من الماده الاساسيه لتكوينها من الجماهير، التنظيم، وحده المبادئ والقياده، والعموميه. فاذا التنظيم هو خاصيه موجوده، فاذا عندنا انه هي بالعالم الثالث منظمه بالمفهوم الفكري الديني، هو قسم او طليعه واعيه خاصه الاحزاب لتميل الى فرق انه القياده تصير لجنه خاصه نخبه نسميها احنا او حاشيه تتميز عن المنتسبين والمنتمين للحزب. اكو فرق بين العضويه وبين المنتسب. اني يعني اذا انتسب اريد استفيد من امتيازات من اختصاصات ما طلع بي، واذا العضويه لا انا اضحي من العضويه تختلف انتماء عضوي. حتى المثقف الحزبي يسمون المثقف العضوي. المثقف العضوي هو مجموعه مبادئ وقيم تحدد سلوكه، مو من اجل يحصل على يكسب امتيازات مكاسب. هسه اصبحت عندنا هاي الظاهره واسعه النطاق. اذا الحزب عندنا يؤدي دور المنظمة، ينظم الجماهير، يرتب الأجزاء على نحو تأسيسي من أجل شنو؟ حشد الإمكانات والطاقات في سبيل إجراء إيش؟ يكون الحزب كأداة لإحداث التغيير، التغيير المطلوب بالمجتمع. قلنا سمة المجتمع مالنا هو التخلف، التخلف البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. من نقول الثقافة يعني المعرفة، قلة المعرفة أي الجهل. أكو التخلف وأكو جهل وأكو تجهيل، ومع الأسف أكو أحزاب تعمل في الوقت الحاضر على تجهيل الشعب العراقي، تجهيله، رجاعة إلى الأسطورة، إلى الوهم، إلى الأحلام، إلى ما عندها عقلانية في التعامل مع الواقع، ما عندها وضوح بأهدافها، ما عندها استمرارية، ما عندها مرونة بالفعل، فتستخدم شنو؟ تستخدم العنف، وخاصة الأحزاب الميليشياوية هاي جاي تعسكر المجتمع. احنا ضد التحول اللي يصير، التغيير يصير تغيير سلمي. وتغيير شنو؟ اكو نوعين من التغيير،
اكو اكو اصلاح، اكو نهضه، اكو ثوره. وقلت لهم، قلت لكم سابق المحاضره، ابن خلدون اجاز الثوره على الظالم والطاغي اللي يستخدم القوه بلا سلطه، ولكن رهنا بشروط معينه محدده. الشروط اولا ان يحسبوا ان تتوفر الشروط الموضوعيه والذاتيه. شنو الموضوعي وشنو الذاتي؟ اي انه عندنا وسائل للتغيير، وسائل نطور وسائل الانتاج، توزيع الانتاج، سوى حقق عداله لتوزيع الانتاج. وعندنا شنو اهم شيء؟ عندنا الوعي، هي الظروف الذاتيه، ان يوعي المرحله باهميه التغيير، باهميه الثوره. اذا ما عندك ماده جماهيريه تسندك وتدعمك، انت راح تتعرض مو فقط للقضاء على قيادات اللي تسوي الثوره، وانما الشعب راح يتضرر، راح يمعن السلطان او السلطه الجائره والظالمه. بايش؟ بايش؟ بحرمان الشعب الفقير، انه تسحقه. واحنا لاحظنا ايضا ثوره الحسين عليه السلام شو شلون تعثرت. ليش؟ لان ماكو عندها شنو؟ دعم شعبي. كان الوعي فحصروا من 21,000 الى 71. طبيعي هذا الوعد والوعيد والضغط وغيرها من وسائل كانت قديما وحديثا في هذا الجانب. عندنا الوظائف الاساسيه، اذا هي منظمه او جهاز او قسم كما يسموه الفكر الليني لإحداث التغيير أو التطوير داخل بنية الاجتماعية والاقتصادية. أكو مدرستين، أكو المدرسة الغربية اللي تعتقد إنه ماكو بنية فاعلة محركة للبنى الأخرى، البناء الاجتماعي، البناء الفكري، البناء التأسيسي، وإنما أكو تشابك، أكو تعاون، أكو تأثيرات متبادلة بين البناء يتحقق لنا شنو؟ مسار التطور في المجتمع. وأكو الفكر الاشتراكي يقول لك لا، تطوير العلاقات الاقتصادية ينعكس على اليمن على البنية الاجتماعية، وبالتالي تعتبر البنية الاقتصادية هي أساس التطوير. أنت أمم وسائل الإنتاج، توزيع الإنتاج ضد معادل، راح شنو يصير عندك؟ مادة جماهيرية مساندة للأغلبية هي فقيرة. وهذا المنهج أثبت المنهج الشيوعي فشل بال91 من انهار الاتحاد السوفيتي، وبقى الفكر الرأسمالي الغربي هو الوحيد المنفرد بهذا جاء من ناحية التطبيق. فإذا عندنا الأحزاب هي أداة، إذا ما عندنا أحزاب ما عندنا ديمقراطية. أكون صريح وياك، لا تعتقدون أنه تشتغل الديمقراطية بالعالم الثالث بدون أحزاب، وبدون من؟ بدون نقابات، وبدون من؟ بدون منظمات مجتمع مدني. لأن أساس الديمقراطية هو حكم الشعب بالشعب، ومن أجل من؟ ومن أجل الشعب. وهي نظام، مو فقط نظام حكم، وإنما هي تربية. فلذلك نجد أنه الأحزاب أو نظام أو السلطة تمثل توجهات الرأي العام في الغرب، إحنا مع الأسف هنا تمثل مصالح ضيقة شخصية للزعيم أو القائد أو الملهم أو الفارس أو البطل. دائما نبحث عن البطل. لحد الآن، أنا أكون دقيق فيما يخص العراق، لحد الآن تفكيرنا الباطني والظاهري يدعو إلى إيش؟ إلى الشخصنة، وربما إلى عبادة الشخص، وربما إلى إيش؟
إلى تأليها للشخص. فلذلك هذا خطأ جسيم يرتكب الشعب بهذا الجانب، فسد الشعب أداء وظائف تتعدى طابع السياسي، مو محدودة سياسية، مو يرشح للانتخابات يخوض الانتخابات، وإنما شو يسوي؟ يسوي جمعيات خيرية، يفتح دورات للسيادة، يسوي شو؟ يسوي جماعات يسلف فلوس، يسوي جمعيات تعاونية، يسوي انتخابات للطلاب، يسوي بنوك، يشتغل بالمفاصل الاقتصادية والاجتماعية، يصدر مجلات، يصدر جرائد، يرفع يسوي قنوات، هسه كل واحد عنده قناة تبث هاي القنوات في سبيل شنو؟ يسوق ينقل ويسوق الفكرة مالته والمشاعر، مواقف سياسية يسوقها حتى يكون عنده قاعدة انتخابية بالانتخابات. فلذلك تتعدى جانب الطابع السياسي إلى الطابع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. اثنين، الحزب مدرسة. من خلال ايش؟ إعداد الحزب والتطوير كوادر الحزبية القيادية، وشلون يدفع إلى المسؤولية الوظيفية عندما يستلم السلطة، لازم يعد كوادر. يعد كوادر، هاي الكوادر يعتقد هو راح ينتقل من المعارضة، الأحزاب المعارضة إلى أحزاب السلطة. يوصل للسلطة عندما وسع القاعدة التأييد مالته ويكسب أصوات أكثر. فلذلك يعد نفسه، فشي يسوي؟ يسوي مدارس، منتديات ثقافية، تدخل الأعضاء المنتمين والمؤيدين، وأيضا قلت لكم يسوون دورات يفيد المجتمع من ناحية اقتصادية، علم خياطة، علم حلاقة، علم نجارة، علم كذا. وكذلك يسوي يسمون المنتديات الثقافية أو المراكز الثقافية اللي بيها دورات تنشر شنو؟ المعرفة السياسية. شلون احنا هسه ندرسكم علوم سياسية؟ أنا سنتين أدرس أحد الأحزاب. فا يتنمى عنده وشنو؟ المعرفة السياسية. وتخليه يلم بيمن؟ بالفكر السياسي، بالمنظمات الدولية، وليش بالأنظمة السياسية. وبيمن أهم شيء السياسي شلون يجمع المطالب الشعبية ويصيغها على شكل شنو؟ شو يصيغ على شكل ايش؟ هاي المطالب، هسه هاي المطالب الموجودة قبيل الانتخابات، شلون اسوي انا برنامج الانتخابي؟ فقط انا اعتمد على العقيدة والايديولوجية من وقت اللي تراجع على هاي الاثر، شو اسوي؟ اشوف النجف شكلي، اشوف الديوانية شكلي، اشوف السماوة، البصرة، الانبار، الموصل، السليمانية، شو اسويها؟ اجمعها، اصنفها، ها؟ واسوي تصيغها، يسموها السياسة العامة. من اوضع الموازنة ويتناقش بالبرلمان اعضائي التابعين الي المنتمين الي سواء للحزب او للكتلة او للجناح، يطرحون ما انا اريده في سبيل شنو؟ تلبية المطالب الجماهير. اذا هي هاي تلعب دور اساسي المعرفة السياسية في رفع المستوى الثقافي السياسي الكوادر في كل الجوانب التي تتعلق بنا بعلم السياسة، بدنا فكر، وبدنا شنو؟ علاقات دولية ومنظمات دولية، وبدنا شنو؟ أنظمة سياسية والسياسة العامة. أهم شيء بالداخل السياسة العامة اللي تصيغ لنا مفردات الموازنة العامة. هنا عندنا الزعيم، زعامة سواء كانت التقليدية والحديثة، أو زعامة الموقف، أو زعامة الظرف، أو زعامة الملهمة،
تلعب دور أساسي بمن في قيادة الأحزاب وتتسم بمن بحب أو التعلق أو الإعجاب بشخصية الصعيد. نعتبر رمز عندنا لاحظوا جمال عبد الناصر عبد الكريم القاسم، عندنا حديثا بالنسبة للعراق عندنا المالي أبو ناس هسه تعتقد أنه المالك هو المنقذ. إدراك هذا الزعيم الزعامة العدو بينما بالدول الغربية ما في زعامة، وإنما الزعيم اللي يقدم خدمة أكثر للمجتمع بقطع النظر عن الانتماءات. الزعيم اللي ينفذ شنو؟ القائد اللي ينفذ البرنامج اللي يطرحه بالانتخابات. احنا بالوعد اللي سوقنا اياه تسويق راح اسوي هيك راح اسوي هيك راح اسوي هيك، دائما لاحظوا نستخدم الخطابه السياسيه لاثاره العواطف المشاعر الاحاسيس. إذا احنا لحد الآن نستخدم الشعوب، ما نستخدم شنو؟ العصر الفكري نولد أفكار حلول. فلذلك جماهير تتعلق وتعجب بالزعيم أو القائد لحد هذه اللحظة. احنا نقدم الشعور مالنا بدول العالم الثالث على الفكر، بينما ذاك احنا نقدم المحسوس قبل الملموس. هو ذاك الملموس يقول لك أنا سويت لي أنت هيك ووعدتني ما سويته بالدورة الانتخابية الثانية، أما يسحب الشرعية من عندنا يكون معارض يتحول من مؤيد إلى معارض إلى يطلع مظاهرات ويطلع يشارك بغير جوانب، أو بنتجي الانتخابات يحاسبه. إحنا لا، إحنا سوقنا العاطفة. لذلك هناك أحزاب عندهم أحزاب نخبة، إحنا هنا عندنا أحزاب جماهيرية. هناك بالعالم الثالث كمل الأحزاب ولكن نوعها قليل. بالغاب لاحظوا هاي بريطانيا أم الديمقراطية، وأمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية من شأن غير حزبين، حزب الديمقراطي والحزب الجمهوري كمؤسسات تعبر كمؤسسات للدولة ديمقراطية وأيضا تمثل الرأي العام. وين ما يميل الرأي العام وين ما يتجه يميلون وياه. لاحظوا أوباما شلون إجا درسة الحكم، نتيجة شنو؟ نتيجة عدم رضا وقبول وقناعة الأمريكان بإعادة احتلال أو استمرار احتلال العراق وأفغانستان، فإجا قال راح أسحب كل القوات ونجح بهذا. سوى شعار التغيير، تغير. احنا هنا يغدقون بالوعود لكن الفعل العمل التطبيق ما. اكو سؤال حتى نتطرق على الحياة السياسية بالعالم كله. دكتور فشل الاحزاب السياسية وتعدد الاحزاب، ما هو شوف التنوع والتعددية ما يخلل هذا، لكن الخلل أنا أكون دقيق وياك، الخلل مو بالأحزاب، الخلل بعمق الانقسام الموجود بالمجتمع. أنت شوف هاي أمريكا نشأت فكرة الأحزاب عندها سنة 1884، تأسس فعليا حزب الديمقراطي والحزب الجمهوري سنة 1901، كذلك في بريطانيا. احنا هنا كان مقصوده كانت يحفزها يسموه الحافز الخارجي، لان هو بناء لك نظام سياسي على اساس المكونات اذا مقسم، فشي يسوي يخلي تعدديه حتى يجزئ المجزئ. انت عندك ثلاث مكونات يلعب عليها، فداخل هاي المكونات هم يجزئها، كل مكون يجزع حتى شي يسوي لك يشتته، شو يسوي له؟ شظيه
شي حصل نتيجة؟ شي حصل نتيجة؟ هسا أنا جوعك أعطيك خبز وشاي نوبات أذب لك شوية قرص مال لحم أو كذا أو هذا، شو يصير فيك؟ أمر الوقت الرجيم شو يسوي؟ الرجيم ها؟ هو أكون دقيق وياكم، المعادلة الدولية والإقليمية محكوم على العراق 50 سنة دولة ضعيفة، لذلك هاي الأحزاب هي مو أحزاب جماعية، أحزاب نخبة، أحزاب عائلية. هسه أعطيك أنا أقول لك حتى أحزابنا الثيوقراطية شنو علاقة المرجعية من قادة السياسيين يروحون يزورون المرجعية ويعطوهم شنو؟ ها؟ شنو علاقة الديمقراطية بتوريث الدستور يقول ما يصير 8 سنوات دورة رئاسة الجمهورية؟ هذا يشبه أبو قيم قدس سالم، وهنا أنا أيضا يشبه رئيس مجلس الوزراء.